نحتفلوا اليوم باليوم العالمي للفتاة المراهقة، وحنا جد سعداء بتنظيم المنتدى الوطني لتمكين الفتيات المراهقات عن طريق الرياضة بشراكة مع الوزارة التربية الوطنية للتعليم الأولي والرياضة، وأيضا المبادرة الوطنية للتنمية البشرية. اليوم هذا المنتدى هذا يعطي الفرصة لأكثر من 8 شابة في عدة مدن مغربية باش يتمكنوا ويشاركوا في عدة ورشات لتطور المهارات ديالهم الفكرية، المهارات ديالهم الحركية، المهارات ديالهم الاجتماعية. وأيضا هذا المنتدى تعطي الفرصة لعدة شركاء أكثر من 20 شريك من القطاع الخاص والقطاع العام باش يمكنهم يتحاوروا معنا كجمعية وأيضا مع المجتمع المدني ونلقاو حلول باش يمكن لنا نعطيو واحد التمكين كبير، واحد الأثر كبير للفتيات المراهقات في المجال القروي، وأيضا الفتيات المراهقات اللاجئات، وأيضا الفتيات المراهقات اللي في حالة اللي هي حالة صعبة. هاد الجمعية هذه كتساعد الدريات على أنهم يعاونوا ريوسهم عن طريق الرياضة. شي بفاتني بزاف ديال الحوايج، كيف ما أنني كندير رياضة ديال كرة القدم، فاتني أنني تعرفت على دريات وحدة أخرين، تعرفت على ليكوتش وحدة أخرين، وليش كنعرف كيفاش ننظم وقتي وكيفاش نفرق ما بين الحوايج الاساسيه والحوايج الثانويه. aujourd'hui on organise un événement pour les filles، كنمكنوا الفتاة عن طريق الرياضه، كتشونجي لكم لا بيرسوناليتي ديالك، كتسمح لك انك تولجي سوق الشغل بطريقه اللي هي زوينه، وكتعاون الشباب بزاف سورتو لي جون اللي كيكونوا منقطعين على الدراسه.